وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، السيد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، السيدة رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، السيدات والسادة البرلمانيون، الحضور الكريم، يسعدني أن أغتنم فرصة تنظيم هذا اللقاء الدراسي الهام لأنوه بمستوى التنسيق والتعاون المؤسساتي بين البرلمان بمجلسه والحكومة، وذلك خدمة للمصلحة العليا لبلدنا، كما ننوه بالمقاربة التشاركية بين هذه المؤسسات لمعالجة قضايا مهمة هدفها تعزيز الإصلاحات المؤسساتية التي دشنتها بلادنا مع صدور دستور المملكة لسنة 2011 والقائمة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتدعيم الاختيار الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. وفي هذا السياق شكل إصلاح القانون التنظيمي للمالية أداة مهمة لتحقيق تلك الأهداف لأسباب عدة، أهمها تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتحقيق التنمية وتنزيل مختلف السياسات العمومية، الرفع من جودة خدمات المرافق العمومية وتقوية مسؤولية المدبرين، تعزيز التعاون المالي وتقوية شفافية المالية العمومية، تبسيط مقروئية الميزانية، تقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية. ويأتي هذا اللقاء الدراسي الهام بعد أن تم استكمال وتنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي للمالية 130/13 لقانون المالية وفق الجدول الزمنية المضمنة به، حيث صادق البرلمان بمجلسيه إلى حدود الساعة الثامنة على 8 مشاريع قوانين للمالية و4 مشاريع قوانين لتصفية قوانين المالية ومشروع قانون مالية معدل واحد، وهو تراكم كافي لتقييم القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لتجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة الضرورية لقانون المالية. لكل ذلك وتتمة للقاء الدراسي السابق المنعقد في 20 يوليوز من السنة الماضية، حيث قدمت الحكومة رؤيتها لتعديل عدد من أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، تلخصت غايتها في أولاً توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي 130/13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطاً غير تجاري، إدراج استثناء بخصوص القاعدة الميزانياتية الذهبية المرتبطة أساساً بتدبير الأزمات، توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالية المعدل، إدراج أحكام جديدة في سن المعايير لتعزيز عدد من المبادئ والقواعد المالية المرتبطة أساساً بالأجال والرقمنة. تتماً لما سبق ننظم هذا اللقاء الدراسي المشترك لعرض آخر تصورات الحكومة حول ورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130/13 لقانون المالية.